representative from Egypt. ثم أتوجه الآن لممثل مصر. لا يكفي عن اليوم إلا أن أبدأ بتأكيد إدانة مصر الشديدة باستخدام السلاح الكيميائي وأسلحة الدمار الشامل من قبل أي طرف أيا كان. وإدانتنا بصفة خاصة لما تم إثباته باستخدام هذا السلاح ضد أشقائنا السوريين المدنيين في أكثر من حادثة في سوريا وفقاً لتقارير. وإدانتنا بصفة خاصة لما تم إثباته من استخدام هذا السلاح ضد أشقائنا السوريين المدنيين في أكثر من حادثة في سوريا وفقا لتقارير لجنة التحقيق المشتركة المعنية بالتحقيق في تلك الحوادث. كما أؤكد أن يصعب علينا تصور أن تمر تلك الجرائم مرور الكرام بدون محاسبة دقيقة وعادلة، ومن ثم فإن مصر ساندت وستساند مفهوم المحاسبة لكل من ثبت ضلوعه في تلك الأفعال غير الإنسانية أيا كانت الأسباب وراءها، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن وعلى أساس التقاليد والقواعد المتوافق عليها والتي تحرص على تقصي الحقائق والأدلة. ودعوني هنا أن أعرب عن أسفنا الشديد في هذا الصدد إزاء الانقسام الذي شهده المجلس مؤخرا وفشله في الخروج بقرار يؤسس لمفهوم المحاسبة بعيدا عن التسييس وحالة الاستقطاب التي تنتاب الأطراف الدولية. هذا وفيما يتعلق بالتقارير بشأن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة خان شيخون بإدلب أمس، فإنني أدعو جميع الأطراف للتعاون الوثيق مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للوقوف على حقيقة تلك الأحداث، وأدعو البعثة للخروج في أسرع وقت ممكن باستخلاصاتها في هذا الشأن لتمكين لجنة التحقيق المشتركة من ممارسة نشاطها وفقا لقرارات مجلس الأمن. لذلك فإننا سنؤيد وندعم أي تحرك جاد في المجلس للتعاطي مع هذا الحدث وغيره ومحاسبة مرتكبيه. وعلى صعيد آخر، ود تكرار دعوتنا لإيلاء الاهتمام اللازم لمسألة تصنيع أو امتلاك أو استخدام الفاعلين من غير الدول لأسلحة الدمار الشامل، والتعاطي مع هذا الخطر الذي يحيط بالمنطقة والعالم، لا سيما وأن مجلس الأمن ما زال يفتقر للأدوات القانونية اللازمة للردع والتعامل الفوري مع هذا التهديد. السيد الرئيس، إن استهداف وقتل المدنيين أصبح واقعا أليما وجزء من الحياة اليومية للشعب السوري الشقيق، بل تحول الموت والتشريد في سوريا لمجرد أعداد تستغل من هنا وهناك لأسباب سياسية، حتى تعوض البعض ذلك. وللأسف الشديد فإنه بعد أن توصل هذا المجلس لتوافق حول محددات العملية السياسية وسبل التعامل مع مخاطر السلاح الكيميائي وأسلوب السير عملية النفاذ الإنساني، فإن أجواء الانقسام والتناحر والذي قد لا تتعلق بسوريا أحيانا تعود مرة أخرى لتهدد أفق التسوية. ومن ثم وبالتوازي مع ضرورة قيام الأجهزة الدولية المعنية بالتحقيق فيما يرتكب من جرائم حرب في سوريا وتفعيل مفهوم المحاسبة من خلال مقترب جاد ونزيه، فإنني أدعو أعضاء المجلس لسعادة الحوار السياسي الجاد لمواجهة الأزمة السورية، وأدعوهم لتلافي العودة لأجواء التنافس والاستقطاب والتراشق الدعائي التي شهدتها السنوات الماضية والتي لم يدفع فاتورتها سوى ملايين من الأبرياء في سوريا ودول المنطقة التي ستعاني من العواقب الوخيمة لهذا الصراع لسنوات مقبلة. وشكرا سيد الرئيس.